جميل بهذا التحدي المثير ومع أشواط التميز. أشواط التميز من تنطلق في هذا الصباح الجميل ومع هذا السن، سن اللقاية، سن المفاجآت، دائما انطلاقة سليمة مشاهدينا متابعينا الكرام كما يتمناها الجميع لشوطنا، السابع في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط السابع وهو الخاص باللقاية الجعدان، المحليات، الأصايل لأبناء القبائل، المسافة المعتادة والمقررة والفعلية هي 5 كيلو مترات. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى الشارد، من شرد منذ البداية، انطلق بناموس هذا الشوط. سهيل بن سلطان بن تريا مركتبي في متابعة وانطلاقة الشارد. المركز الثاني شاهين لعلي بن خليفة بن بليش مركتبي. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى من ياسر فهد بن فهد من طحنون الهاجري من ينطلق أيضا مع المركز الثالث ورابع. التحديات مسبب لسعيد بن حمد بن محمد المحرمياتي رابعا، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس بقرة غازي لمطار بن نصيب بن سعيد الكتبي. ينطلق مغازي مع الأداء المتميز ومع المركز الخامس. سادس التحديات، نتابع القدوم في هذه اللحظات وأرى التسلل، مشاهدينا متابعينا الكرام من الكايد لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي من ياتي سادسا، ومع المركز السابع حشيم لرسمي بن مذكر بن فرحان الخياري الرشيدي من يعلن هذا الانطلاق لحشيم مع المركز السابع والثامن. التحديات شاهين سعيد بن مطر بن محمد الرميثي من يعلن هذا الانطلاق. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للثمان المراكز الأولى المشاركة والمندفعة في هذا الشوط من أشواط التميز، أشواط النخبة، أشواط الإثارة. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط وأرى هناك اللي قائد المجموعة الشارد، اللي شارد منذ البداية، منطلق بناموس هذا الشوط. وسهير بن سلطان بن تريم الكتبي من اعلن انطلاقه الشارد على مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني من ياسر فهد بن طحنون الهاجري، ننطلق مع المركز الثالث وارى مسبب، ينطلق مع المركز الثالث بشعر سعيد بن حمد بن محمد المحرمي رابع. التحديات نتابع غازي لمطر بن نصيب بن سعيد الكتبي من ينطلق مع المركز الرابع وخامس. التحديات حشيم لرسمي بن مذكر بن فرحان الرشيدي ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس. سادسا شاهين لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ومع المركز السابع، الكايد لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي. نتابع المركز الثامن وأرى هناك أيضا الانطلاق لشاهين لعلي بن خليفة بن بليشه الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا، الثاني، جولتنا الثانية مع الثمان المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط والشارد، على الصدارة، اسم على مسمى منذ البداية، شارد بناموس هذا الشوط عن الجميع، مندفع، أيضا بالصدارة، منطلق بالتحدي المثير. يا سلام، الشارد وشعار سهيل بن سلطان بن تريم الكتبي من أعلن انطلاقة الشارد، من اندفع مع الشارد، وبدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط والمغادرة لوحة 2 كيلومترات. يا سلام، والشارد على الصدارة، منذ البداية يقود المجموعة. نتابع المركز الثاني وأرى مياس، مع المركز الثاني بشعار فهد بن طحنون الهاجري. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التحديات أيضا والتنافس والصراع. ولكن الانطلاق، لغازي لمطار بن نصيب بن سعيد الكتبي من انطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات مسبب لسعيد بن حمد بن محمد المحرمي، والقدوم، لحشيم من يتسلل، ينطلق مع المركز الخامس. ورسمي بن مذكر بن فرحان الخيالي الرشيدي أيضا ينطلق، مع حشيم اللي تسلل
يتسلل بدوره مع المركز الخامس السادس التحديات الكايد محمد بن سالم بن ري الفلاحي في متابعة وانطلاقة الكايد، ومع المركز السابع المركز السابع القدوم أيضا التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن ننطلق أيضا مع القدوم لشاهين لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، الانطلاقات رائعة في هذا الصباح الجميل والشارد، الشارد ما زال يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية، يندفع بناموس هذا الشوط وسهيل بن سلطان بن تريم. من يتابع من يتابع انطلاقة الشارد والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدم الشارد اللي قدم الشارد. بدأ يندفع بدأ يغادر بناموس هذا الشوط، يا سلام، التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة. نتابع 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 مياس لفهد بن طحنون الهاجري مع المركز الثاني، والكايد ياتي ثالثا محمد بن سالم بن دري الفلاحي، ومع المركز الرابع مسبب لسعيد بن حمد بن محمد المحرمي. واللحظات اللحظات الأخيرة، وظن الشارد أظن الشارد قفل على مجريات هذا الشوط منذ البداية منذ البداية. يباعد المسافة يباعد المسافة، يرقص على مقدمة هذا الشوط، يغرد وحيدا خارج السرب أيضا، ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، قام راس وينهي الشوط راس. تهانينا للسلطان لسهيل بن سلطان بن تريم الكتبي، وسلام سلام يا العين سلام، اسعدت صباحا يا هالي هيلي يا هالي هيلي مع الأداء المتميز اللي قدمه الشارد. تهانينا المكتبي على فوز الشارد بالمركز الأول بدون أي منافس وبدون أي تعليمات بدون أي أوامر، يصل إلى خط النهاية منفردا بناموس هذا الشوط. تهانينا سهيل بن سلطان بن تريم اللي وصل مع المركز الثاني، مياس رفاهد من طحنون الهاجري، ومع المركز الثالث الكايد لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي. المركز الرابع يصل في مشاهدينا حشيم لرسمي بن مذكر بن فرحان الرشيدي، ومع المركز الخامس مسبب لسعيد بن حمد بن محمد المحرمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التوقيت الزمني 7:48 أو هذه 7 دقائق مشاهدينا متابعينا الكرام، 49 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسهيل بن سلطان بن تريم الكتبي على فوز الشارد بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مياس يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها، هذه لحظات وصول مياس 7:52 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لفهد بن طحنون الهاجري واللي وصل مع المركز الثالث الكايد يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها بالتأكيد، هذه لحظات الوصول 7 دقائق. تهانينا لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي على فوز الكايد بالمركز الثالث، يقطع مسافة السباق في 7:59 وثلاث أجزاء من الثانية. مشاهدينا الكرام،